أهلا وسهلا بكم. أود أولا أن أرحب بكم في مركز اتحاد الإذاعات الأوروبية في جنيف UER، وأن أشكركم وأشكر شركة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري TDA على المشاركة في هذه الندوة السنوية عن تكنولوجيا الشبكات المستخدمة في الإنتاج التلفزي والإذاعي. شركة البث TDA هي عضو في الاتحاد ونحن نفتخر بذلك. معي هنا المشاركين في الندوة، الأخ إبراهيم دروش، الأخت ناندية بالليل، الأخ بدر الدين كوسا، والأخت أنيسة تهامي. أهلا وسهلا. لدي ثلاثة أسئلة لكم. أولا الأخ بدر الدين، ما هي المعلومة أو الخلاصة الأهم التي حصلت عليها من خلال هذه الندوة؟ أولا شكرا دكتور سامي، حقيقة هي كانت لنا فرصة وفرصة للدول التي هي في طريق التطور للتعرف على التكنولوجيات الحديثة الخاصة بمجالي الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزي التي هي في تجربة أو في الاستغلال في بعض الدول الأوروبية. عظيم جدا، شكرا جزيلا. شكرا. سؤال ثاني للأخ إبراهيم، برأيك ما هو التحدي أو الصعوبة الأكبر التي تواجه شركتكم في مجال تقنية اللايف آي بي التي نوقشت في الندوة؟ شكرا الأخ سامي. نعم، التحدي الذي يواجه شركتنا البث الإذاعي والتلفزي الجزائري هو تحدي أكبر، خاصة نشهد في الجزائر مجال فتح مجال سمعي البصري في الجزائر، وخاصة تعميم شبكة الإنترنت في البلاد. إذن شركتنا تسهر دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية لإرساء التعليم الخاص والعام لكل التقنيين الذين هم في البث الإذاعي والتلفزي الجزائري. مسألة التدريب والتعليم، شكرا جزيلا. سؤال ثالث والأخير للأخت نادية، برأيك ماذا يستطيع اتحاد الإذاعات الأوروبية أن يقدم لشركتكم لمساعدتكم في هذا المجال بحكمكم عضو في الاتحاد؟ شكرا جزيلا. دونك أشكر الاتحاد على الفرصة التي قدمت لنا للمشاركة في هذا العرض لمدة يومين والذي تتعلق بالتقنيات الحديثة للآي بي، وعلى الاستقبال الجميل الذي قدمته لنا. دونك نحن نعلم أن الاتحاد هو رائد التطورات التكنولوجية في الميدان السمعي البصري في أوروبا، وله علاقة جيدة مع مصنعي المعدات والأجهزة التقنية، ولهذا نرجو منه أن يكون مرافقا للجزائر لإعطاء الإرشادات اللازمة للتحويل التكنولوجي في هذا الميدان. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا مرة أخرى، ونتمنى لكم عودة موفقة إلى بلدكم. شكرا جزيلا. شكرا.